السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ حمزة الناصري من ثانوية القرابة التعليمية مديرية الفقيه بن صالح. اليوم على بركة الله سنشرع في تقديم دروس الرياضيات لجذع مشترك علمي، نعم، والمقدمة في إطار مواصلة تقديم دروس عنا. نعم، هذا الدرس هو درس إعداد الدوال العددية. نعم، الفقرة الأولى من هذا الدرس هي عموميات حول الدوال العددية. سنتطرق في هذه الفقرة إلى تقديم بعض التعاريف الأساسية وكذلك خاصيات أولية وهي أساسية في هذا الدرس. نعم، وفي امتدادات في السنة الأولى بكالوريا وكذلك الثانية بكالوريا نشرح في تقديم بعض التعاريف ونبدأ بتعريف دالة عددية. نعم، نسمي دالة عددية F كل علاقة F تربط كل علاقة تربط كل عدد حقيقي X على أكثر بعدد حقيقي وحيد نرمز له بالرمز F ل X. فمعنى دالة عددية فهي كل علاقة، نعم، تفهمها، هي كل علاقة معرفة من R نحو R، نعم، هي كل علاقة معرفة من R نحو R تربط كل عدد حقيقي X، تربط كل عدد حقيقي X على أكثر بعدد حقيقي وحيد F ل F X. فمعنى ذلك إذا وجد f x فهو وحيد، نعم، فمثلا هذا إذا سمينا x x فهذه الدالة إذا ربطته بعدد آخر ينتمي إلى r فهذا العدد هو عدد وحيد، نعم، فبناء على التعريف لا يمكن أن نجد دالة تقوم بهذه العملية، نعم، تربط هذا العدد x بصورتين بحيث هذا العدد يخالف هذا العدد، فهذا مخالف للتعريف دالة عددية. فتعريف دالة عددية كل علاقة من R نحو R تربط كل عدد حقيقي X على أكثر بعدد حقيقي وحيد F ل F X، نرمز له بهذا الرمز F ل X. نعم، بمعنى إذا وجد F X فهو وحيد، فبالتالي ممكن أن نجد أعدادا من R ليست لها صورة بالدالة F. نعم، لتكن F دالة عددية هذا هو تعريفها. ليكن x ينتمي الى r، نعم، r اللي نعطيكم هنا هي هذا r، نعم، كاين عندنا التساوي ولكن هذا r تنقولوا مجموعه انطلاق وهنا مجموعه وصول هذه الداله. لتكن r داله عدديه و x ينتمي الى r، اذا وجد f x نعم، اذا قامت هذه العمليه بربط هذا العدد بعدد ينتمي الى r نقول ان الداله f معرفه في العدد x، نقول أن هذه الدالة معرفة في العدد x وأن f بx هو صورة x بالدالة f، نعم؟ إذا أخذنا x من r من مجموعة الانطلاق ووجدنا أن الدالة قادرة على ربطه بعدد ينتمي إلى r نقول أن هذا العدد صورة هذا العدد بالدالة f وأن f معرفة في هذا العدد. وإذا ما وجدنا عددا لا تربطه هذه الدالة بأي صورة نقول أن هذه الدالة غير معرفة في هذا العدد. نعم، نواصل تقديم هذه التعريف. المجموعه المكونه من جميع الاعداد التي لها صوره بالداله f، نعم، مجموعه ديال الاعداد اللي عندهم صوره بالداله f تسمى مجموع التعريف الداله f. فالاعداد التي لها صوره بالداله f المجموعه التي تضم هذه الاعداد تسمى مجموع التعريف الداله f ونرمز لها ب f. دونك في مثلنا ناخذ f، نعم. رابعا، ليكن y ينتمي إلى f، كل عدد ينتمي إلى x ينتمي إلى df ويحقق f x يساوي y يسمى سابق العدد y بالدالة f. فمعنى هذا التعريف إذا أخذنا عددا ينتمي إلى r والآلة التي معطاة هنا هي هذا r، إذا وجد عدد صورته هو هذا y نقول أن هذا العدد سابق للدالة سابق العدد y بالدالة f. لا بأس أن نقدم المراحل التالية. ففي تعريف دالة f كل عدد هنا هذه قلت لكم هذا غير وارد في تعريف دالة عددية. فكما قلنا كل عدد x ينتمي إلى مجموعة انطلاق f فإذا ربطته الدالة بعدد فهو وحيد، فلا يمكن لهذه الدالة أن تربط عدد بالصورتين، وإنما لكي تكون دالة عددية يجب أن تربط، إذا ربطت أي عدد فيجب أن تربطه على أكثر بعدد وحيد. ولكن كملاحظة
أن الدالة تربي العددين، تربي العددين المختلفين بصورة وحيدة. وهنا التعريف لا يزال محققا. إذ كل عدد، لاحظوا معي هنا، كل عدد إذا ربطته الدالة فصورته وحيدة، فهذا العدد صورته وحيدة. فهذا العدد كذلك صورته وحيدة، هذا العدد صورته وحيدة. فهنا هذا العدد x يسمى سابق لهذا العدد f x، وكذلك y يسمى سابق. فهذه الأعداد التي تحقق f x يساوي y، f x يساوي y، تسمى سوابق عدد y بالدالة f. نعم، لدينا المثال، هذا المثال نعتبر الدالة f معرفة بما يعني f x يساوي 2x زائد 5، وهذا لكل x ينتمي إلى f. فهذه الدالة معرفة بتعبيرها بالتعبير f x يساوي 2x زائد 5. نعم، فهذه الدالة قد تطرقنا في السنة الماضية، وهي تسمى دالة تآلفية، والدوال التآلفية تكتب على هذا الشكل f x يساوي x زائد زائد. نعم، لاحظوا معي هنا، فجميع الأعداد التي تنتمي إلى f ممكن أن نحسب صورتها بالدالة f، فلا يوجد أي عدد يخلق لنا إشكالا في حساب صورته بهذه الدالة f، وبالتالي مجموع التعريف هذه الدالة هي f. جميع الأعداد تنتمي إلى f نقدر على حساب صورتها بالدالة f، فمثلا f هي صفر، f بصفر يساوي هنا نعوض x بصفر، إذا غنعوضها غتعطيني 2 في صفر زائد 5، إذا يساوي 5. وبالتالي هنا لدينا أن f بصفر يساوي 5، فهنا 5 صورة العدد صفر بالدالة f، 5 هو صورة العدد صفر، صورة العدد صفر بالدالة f، وكما قلنا هنا الصفر هو سابق، نعم سابق للعدد 5 بالدالة f. فلاحظوا معي هنا الصورة هي وحيدة، ولكن السابق فكتبته بهذه التعبير هو سابق للعدد 5، إذا تركنا إمكانية وجود سوابق أخرى. مثلا مثال ثاني، مثلا f ناقص 2 تساوي نعوض x بهذه القيمة، فنجد 2 في هذا العدد x زائد 5، لأن تساوي ناقص 4 زائد 5 هي ناقص 4 زائد 5 تساوي هو 1، وبالتالي هنا 1 هو صورة العدد ناقص 2 بالدالة f، وناقص 2 هو سابق للعدد 1 بالدالة f. نعم، لاحظوا معي هذا المثال الثاني، نعتبر دالة g المعرفة بما يلي: g x تساوي 1 على x زائد 3. نعم، هذه من تبين لي أمثلة الدوال التي لم تتطرق لها السنة الماضية، وسنتطرق لها في فقرة ثانية من هذا الدرس. نعم، جي اكس يساوي 1 على اكس زائد 3. فلاحظوا معي، فتعريف مجموعة التعريف هي جميع الأعداد التي لها صورة بالدالة f، فهي الأعداد التي نقدر على حساب صورتها بالدالة f، أو هي جميع القيم الممكنة لإكس التي لا تخلق لنا أي إشكال. فلاحظوا معي أن اكس يوجد في المقام، وبالتالي لا يمكن أن يأخذ قيمة صفر، قيس على صفر لا معنى لها في الرياضيات، وبالتالي لدينا مجموعة التعريف هي جميع الأعداد ما عدا الصفر، جميع الأعداد التي تنتمي إلى f ما عدا الصفر، فالصفر لا نقدر على حساب صورته بالدالة f، وبالتالي عفوا هنا الدالة سميتها جي، فهي مجموعة التعريف دالة جي تساوي مجموعة الأعداد الحقيقية الغير المنعدمة، يعني r نجم. مثلا لدينا كذلك بعض الأمثلة للحساب: جي واحد تساوي تعوض x ب 1، فنساوي 1 على العدد 1 زائد 3، إذا تساوي 1 زائد 3 أي
أربعة، وبالتالي أربعة هو السابق للعدد أربعة، هو عفوا صورة العدد واحد بالدالة الجي، والعدد واحد هو سابق للعدد أربعة بالدالة الجي. نعم، أظن أن هذه الأمثلة كافية لتقديم تعريف دالة عددية وكذلك مجموعة تعريفها. نعم، هذه الخاصية التالية مجموعة تعريف دالة سينيس هي R، وكذلك مجموعة تعريف دالة كوسينيس هي R. فكما رأينا في درس الحساب المتبتي، فكل عدد ينتمي X ينتمي إلى R، كل عدد X ينتمي إلى R، فهذا العدد يمثل بنقطة وحيدة من هذه الدائرة المثلثية، سمي هذه النقطة M لX. كل عدد ينتمي الى R فهو ممثل بنقطة وحيدة على الدائرة المثلثية. كوسينيس X، كوسينيس X هو أفصول هذه النقطة، أفصول هذه النقطة نسميه M X يساوي كوسينيس X. نعم، فكوسينيس X هو أفصول هذه النقطة في هذا المعنى الذي ذكرته. نعم، وكذلك سينيس X هو أرتوب هذه النقطة في المعنى ذكرته. وبالتالي كل عدد ينتمي الى R، كل عدد ينتمي الى R فهو مرتبط بنقطة وحيدة، هذه النقطة الوحيدة مرتبطة بأفصول وحيد. يعني هنا قدمنا مفهوم دالة، لدينا مفهوم دالة هي دالة كوسينيس، ترتبط كل عدد من X ينتمي الى R بهذا العدد اللي هو أفصول النقطة التي تمثله على الدائرة المثلثية، وهنا تظهر الوحدانية الصورة. نفس الشيء بالنسبة لسينيس، فإذا كان X ينتمي إلى R فهذا العدد يمثل كما قلنا بنقطة وحيدة، فهذا الذي يمثل بنقطة وحيدة لها أرتوب وحيد، هذا الأرتوب نسميه سينيس X، وبالتالي هنا أيضا لدينا وحدانية الصورة، إذا سينيس هي دالة. وكما قلنا فجميع الأعداد التي تنتمي إلى R نحن لدينا القدرة على حساب كوسينيس ديالها وسينيس ديال العدد هذا بدون أخذ أي شرط عليه، وبالتالي جميع الأعداد التي تنتمي إلى R لها صورة بهذين الدالتين كوسينيس وسينيس، إذا المجموعة التعريفية ما هي؟ هي R. نعم، ولكن بالنسبة لحساب تانجنت X لدينا قصور، أو الأعداد التي تمثل في هاتين النقطتين، الأعداد التي تنتمي إلى R وتمثل في هاتين النقطتين لا نقدر على حساب تانجنت هذا العدد، لأن تانجنت كما تعلمون تانجنت X معرف بهذه السيرة سينيس X على كوسينيس X، وبالتالي قسنا على كوسينيس X يجب أن يكون كوسينيس غير منعدم، ولاحظ معي أن انعدام كوسينيس X يكون في الأعداد التي تمثل في هاتين النقطتين. الأعداد التي تمثل في هذه النقطة هي الأعداد التي تكتب على شكل بي على 2 زائد 2 با زائد 1 بي، وهنا الأعداد التي تمثل في هذه النقطة هادشي راه شفناها في درس الحساب المثلثي، هي الأعداد التي تكتب على شكل بي على 2 زائد 2 كا بي، بحيث كا ينتمي إلى زائد، أوكي نفس الشيء هنا كا ينتمي إلى زائد. فلاحظوا معي أن الأعداد التي تمثل في هذه النقطة والتي تمثل في هذه النقطة تكتب على شكل بي على 2 زائد عدد صحيح نسبي في بي. إذا كان هذا العدد الصحيح نسبي عددا زوجيا نكون في هذه الحالة، وإذا كان فرديا نكون في هذه الحالة، وهذه هي الحالتين اللتين يمكن أن نحصل على عدد فيهما على عدد يمثل في هاتين النقطتين، وبالتالي الأعداد التي تمثل في هاتين النقطتين هي الأعداد التي تكتب على شكل بي على 2 زائد كا كابري بحيث كا ينتمي إلى زد، أو كابري بي بحيث كابري ينتمي إلى زد، وبالتالي مجموعة التعريف أو الأعداد التي لها صورة بالدالة الموجودة هي الأعداد الحقيقية التي لا تكتب على هذا الشكل بي على 2 زائد كابري بحيث كا ينتمي إلى زد، وكل عدد ينتمي على هذا الشكل لا يمكن أن يكون في مجموعة تعريف دالة موجودة. وهنا عندنا هذا الرمز ديال ناقص ديال مجموعات، ولا بأس نعطي أذكر بالتعريف هنا. هي كانت لدينا أ و ب مجموعتين، فأ ناقص ب، أ ناقص ب، هذا
هذا هو رمز ناقص بالنسبة لي للدوال. هو جميع الأعداد التي تنتمي إلى أ والتي لا تنتمي إلى ب. نعم، عناصر هذه المجموعة هي أعداد أ الغير منتمية إلى ب، فهنا ناقص أ ناقص ب، يعني خذينا الأعداد ديال أ ولكن الأعداد ديال ب حيدناهم، فنستعمل مثلا الخطأ فين؟ فإذا كانت هذه هي ب وهذه هي أ، فهذه المجموعة هي مجموعة الأعداد التي تنتمي إلى أ والغير منتمية إلى ب، الأعداد المنتمية إلى أ والغير منتمية إلى ب، نعم هذا الجزء، وهذا الجزء فيه أعداد لا تنتمي إلى أ، إذا خالفت هذا الشرط، وهذه الأعداد التي في هذا أو العناصر التي توجد في هذه المجموعة هي عناصر تنتمي إلى أ، فعلا تحقق الشرط الأول ولكن لا تحقق هذا الشرط الثاني لأنها تنتمي إلى ب، أي أن هذا الشرط غير محقق، وبالتالي مجموعة التعريف موجود هي الأعداد التي تنتمي إلى أ والغير والتي لا يمكن كتابتها على هذا الشكل. نعم، ثانيا إذا كانت ب دالة حدودية، دالة حدودية عفوا تعبير الدوالة الحدودية، نعم مجموعة تعريف دالة ب هي F، وهذا الشيء شفناه في درس ديال درس الحدود حدودية، إذا كانت ب دالة حدودية فمجموعة التعريف ديالها هي F. نعم، دالة جذر مربع، فلحساب جذر مربع أي عدد، لحساب جذر مربع أي عدد لكن نحسب جذر مربع x على x، أولا x يجب أن يكون ينتمي إلى R، أول شيء لحساب جذر مربع x يجب أن يكون هذا x هذا عددا موجبا أكبر أو يساوي الصفر، لا إشكال في أن يساوي الصفر لأننا قادرين نحسب جذر مربع صفر يوصل صفر. نعم، وهذا كتذكير، فجذر مربع x هو العدد الموجب الذي مربعه يساوي x في داخل الجذر، وبالتالي الأعداد التي نحن لدينا القدرة على حساب جذر مربع هي الأعداد الموجبة، إذا هذه مجموعة الضمن هي مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة R بليس. نعم، لاحظوا معي هذا التعريف، هذه الخاصية أكثر أهمية، إذا كانت أش وجي دالتين عدديتين و F دالة معرفة بكسرهما جي إكس على أش دي إكس، هاتين دالتين عددتين فمعناهما دالتين علاقتين من R نحو R، تضمنان كل عدد X ينتمي إلى R على الأكثر بعددين حقيقي، فنعرف هذه الدالة G بهذا التعبير G X، عفوا F بهذا التعبير G X على H X، فلاحظوا معي هنا حساب صورة عدد ينتمي إلى R، نأخذ X ينتمي إلى R، فلحساب صورة هذا العدد سنعاود هنا وسنعاود اكس هنا، فلحساب اف لاكس يجب ان تكون لدينا اولا القدره على حساب جي اكس، يعني اكس خاص يكون في مجموعه التعريف داله جي، ثانيا يجب ان تكون لنا القدره على حساب اش لاكس، يعني يجب ان يكون اكس ينتمي الى دي اش مجموعه التعريف داله اش، ولكن كشرط ثاني يجب ان يكون المقام غير معدما، يعني اش اكس يخالف سي سبع، وبالتالي مجموعه التعريف هذه الداله هي الاعداد التي تنتمي الى مجموعه التعريف البسط وكذلك مجموعه التعريف المقام، يعني تنتمي الى تقاطعهما بحيث او بشرط او شريطه ان يكون المقام يخالف سي سبع. نعم، وقد استعملنا هذا التمييز اكثر من مره، نفس الشيء هنا، فهنا نعطي مجموعه التي ينتمي اليها هذا اكس نسميه مجموعه مرجعيه، وهنا الشروط على هذا العدد x، فكشرط هنا المقام يجب ان يخالف الصين صين. نعم، نعتبر هذا المثال او المثال الخامس في الخاصيات، هذا فقط هي بعض الامثله، لتكون جي داله عدديه نعرف داله f ب، نعرفوا هذه الداله هذه f x تساوي جذر مربع جي جي اكس، يعني جي اكس هي داله عدديه، وبالتالي لحساب نحيد هنا لحساب f x هذا عدد حقيقي يجب أن تكون لدينا القدرة على حساب جي إكس أول شيء، يعني يجب أن يكون إكس ينتمي إلى الدي لأجل مجموعة تعريف دالة جي، وكشرط يجب أن يكون عددا موجبا، عددا أكبر أو يساوي صفر، ما بداخل الجذر الذي يجب أن يكون موجبا، فهنا بعض التلاميذ يقومون بهذا الخطأ وهو إكس يجب أن يكون موجبا، نعم شرط انتماء إكس إلى مجموعة تعريف هذه الدالة هو أن يكون ما بداخل الجذر عددا، يعني
هي القدرة على حساب هذا العدد، يعني هي تنتمي لمجموعة هذه الدالة جي، ويجب أن يكون هذا العدد جي إكس خاص يكون موجب. نعم، سنقدم بعض تمرين تطبيقي لهذه الخاصية التي قدمناها. نعم، لدينا هذا المثال الأول، نبدأ بهذا المثال. هي إف إكس تساوي إكس زائد 5 على إن إكس زائد 1 هي دالة جذرية. نعم، أنتم قبل مشاهدة حلقكم بإيقاف الفيديو وحاولوا تحديد مجموعة تعريف هذه الدالة، أي دالة بسيطة. نعم، فكطريقة عملية لتحديد مجموعة التعريف نتبع هذه الخطوات المنطقية. ليكن إكس ينتمي إلى إف، لماذا أقوم بهذه الطريقة وبهذه الخطوات؟ أول شيء سنأخذ إكس ينتمي إلى إف، لأن مجموعة تعريف دالة إف هي مجموعة الأعداد الحقيقية التي لها صورة دالة إف. فأول شيء سنأخذ عددا حقيقيا وسنبحث عن شروط إيجاد أو لا شروط التي يجب وضعها على العدد إكس بحيث تكون إف إكس معرف. نعم، يكون إكس ينتمي إلى إف. لدينا إكس ينتمي إلى دي إف، ماذا يعني؟ أن لكي نحسب صورة هذا العدد بالدالة F، هذا هو معنى ينتمي إلى F، يعني قادر نحسب صورته بالدالة F، ماذا يعني؟ يجب أن تكون لدي القدرة على حساب صورته بالبسط. لاحظوا معي البسط هو دالة حدودية، إذا مجموعة التعريف ينتمي إلى F، إذا لا يوجد لنا أي شرط، فقط انتمائه إلى F أو تنتمي إلى F. لاحظوا معي، يجب أيضا أن تكون لدي القدرة على حساب هذا التعبير بتعويض إكس بهذه القيمة. نعم، لدينا القدرة على حساب هذا العدد، ولكن الشرط الثالث وهو أن المقام يجب أن يكون مخالفا للصفر، فانتماء إكس للدي إف يعني أن المقام يخالف الصفر. نعم، الشرطين الأولين يعني إكس ينتمي إلى مجموعة تقابل مجموعتين تعريفي هاتين الدالتين فهو محقق، لأنه ينتمي إلى إف وهو معرفتين على إف، إذا تقابلهما يساوي إف. إذا إكس ينتمي إلى إف يعني أن هذا المقام يخالف الصفر، يعني أن سنتعامل مع ذلك بنفس طريقة تعاملنا مع المعادلات. إكس زائد 1 يخالف 2 إكس زائد 1 يخالف 0، يعني أن 2 إكس يخالف ناقص 1 ناقص 1. نعم، يعني أن إكس يخالف ناقص 1 على 2. نعم، نقسم على 2، وبالتالي لحساب صورة إكس بدالة إف يجب، أو لهذا معنى إكس له صورة بدالة إف، معناه أن إكس يخالف ناقص 1 على 2، وبالتالي الأعداد التي لها صورة بدالة إف هي جميع الأعداد الحقيقية ما عدا ناقص 1 على 2. إذا دي إف في هذه الحالة دي إف تساوي، نعم دي إف هذه الحالة تساوي إف، ولكن غنحيد منها هل ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 2. ولكتاب هذه الدالة على شكل مجال، فلاحظوا معي هنا إذا مثلا ناقص 1 2 أو مثلناه في هذه النقطة، فالأعداد التي تنتمي إلى الدالة هي جميع الأعداد التي تخالف هذا العدد. نعم، إذا الدي إف يساوي هذه الأعداد، هذه المجموعة، اتحاد هذه المجموعة، أو إكس ينتمي إلى مجموعة تعريف دي إف، يعني أنه ينتمي إلى هذه المجموعة أو إلى هذه المجموعة، يعني ينتمي إلى اتحادهما، وهذه المجموعة هذه هي ناقص لا نهاية ناقص 1 على 2. نعم، ناقص 1 على 2 لا ينتمي، نعم مجال مفتوح، اتحاد ناقص 1